السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو يا نصايم يا رضوى صايمة يا محمد الحلواني يا المساعد، حاجة من الأربعة، حد فينا صايم صح يا عم رمون؟ طب ازاي هنعمل فتة شاورما من غير بصل؟ حاجة غريبة قوي يا أخي. يا رضوى انت سامع النهاردة يا بنتي؟ عامة هي مصلحة عشان فوقتيني. أنا بقى بيني وبينك كنت جاي نايم، لكن طالما جت منكم انتوا بقى الحمد لله. طيب يبقى عندنا بصل بس مش مكتوب في المنيو، ولحمة شرايح ورز وعيش محمص، خليها مقلي بدل محمص، ثوم وطماطم وبهارات وكمون وخل ومرق ملح فلفل كزبرة خضراء زيت ذرة كريستال. هندي بقى طبعا اللي متكتبش سنة قرفة، يعني سنة جنزبيل، نحبش الأكل عشان خاطر إيه نصحى مع بعض. يا صلاة النبي عليك، افت يا أخويا وكلام على جمرك. طيب كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أدي اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، عايز اقطع شرايح حلوة، نفسي اقطع رقبة واحد في بالي، عايز اقطع رفاية خالص كده. خلي بالكم بقى نعمل حاجات كده ايه اوانطة عشان نعرفكم ان احنا بنعرف نشتغل، احنا لا بنعرف نشتغل ولا حاجه، بس ايه ده طقوس المهنه. كمان شريحه الشاورما طبعا بتبقى دايما كريسبي. كريسبي يعني ايه؟ مقرمشه كده وبتبقى حلوه. شرحناها كده، اصل الشاورما دي لها معلم. المعلم ده بيسموه المعلم اللي بيشرح الشاورما، واحد بيشرح وواحد بيلف، بيطلع المعلم ده على المحلات الكبيره، هنا يوم هنا يوم هنا يوم، لكن مش الصنايعي هو اللي بيلف الشاورما، لا. بسملة. الو الو، ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا قمر. صباح النور. بسملة. ايوه صباح الفل. صباح الفل الياسمين. يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا يا قمر، انا بحبك قوي. صباح الفل عليك يا بنتي، اموريني يا حبيبتي. عايزة منك بس طريقة عمل الديك الرومي. نعم، طريقة عمل الديك الرومي. على عيني يا روح قلبي، على عيني على عيني على عيني. محمد الحلواني بيقول لي هنبدا نعك من دلوقتي، ايه اللي بتهببه ده؟ متشكرين يا محمد، انا عارف ان ما بتطلعش منك العيبه ناقصه. شكرا يا ست اسراء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ بنعمه يا بندم. الحمد لله. لو سمحت بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز اعرف طريقه الكنافه. الكنافه بس تكون مظبوطه، السيرب بتاعها احطه قد ايه عليها يعني؟ على عيني يا فندم، على عيني. اشكرك. احنا بنشتغل شغل بمرد الله. عندي عيش قطعته كده عشان اقليه،
لسه الزيت ما بدأش. هقول لك بعدين، بس سيبني اشتغل واحده واحده الاول وبعدين اشتغل اتكلم معاك، عشان انا مش فايق لسه ما صحيتش من النوم. مش من اولها بقى عملت كده ليه ومش عملت كده ليه، مش ناقص والله. طيب ماشي، انت من بعد ما طلعت العشه اللي كانت بره دي انت اتنفخت عليا يا عم بلال. الو، سلام عليكم عم بلال. عمر يا عمر، عايز اعرف طريقه عمل الكفته. حاضر يا فندم، على عيني يا باشا. ايوه كده يا عم، علي شويه ما تبقاش اناني، سمعنا معاك. بدرع والله انت مسؤول عن اللي حصل لك بعد كده يا ست اميره. ايوه سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور يا فندم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اعرف طريقه عمل صينيه. الو نعم معاك يا فندم. طريقه عمل ايه يا فندم؟ ست اميره. الو، طريقه عمل ايه يا فندم؟ كنت عايز اعرف الحمام المحشي. الحمام المحشي على عيني يا فندم، اشكرك. امال قاعده جنبك دي بتعمل ايه؟ انت بتوعنا بتوعنا بعض. ماشي، حطني هنا كده هريحك دلوقتي. حاضر. كل دوت عايز يعرف انا عملت في اللحمه دي كده ليه. كده احنا شرحنا اللحمه وحطيناها بدون اي توابل، خدناها صدمه عشان اعمل لها شخصيه اقدر اقطعها رفيع، عشان لما ابدا اشتغل فيها احس ان انا مقطعها من على السيخ. ولكن لو انا قطعتها بنفس الطريقه دي كده وهي طريه تطلع معايا تخينه، ولما اجي اسويها هتكش مني ويبقى شكلها لا عاطفي ولا سياحي. فعشان كده خدت اللحمه بتاعتي سوتيه عشان تبقى ليها صدمه من غير اي توابل، عشان ما تجيبش لا بلانشيه في الميه. سوتيه في الزيت او في الزبده، بلانشيه في الميه. هو ده بوستر هتعلقه في البيت عندك؟ اصحى بقى معايا. اصحى يا اخويا اللي عامل فيها طباخ. لما تزني اقول اطلع فاصل وارجع لكم تاني. اغلى المحطه واطرح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل ونشوف عملنا ايه مع حضراتكم. بس نحط المية دي كده. كده قطعنا لحمة شرايح اهي، نفس تقطيعة لحمة الشاورما، ما خدتش اي اضافات لغاية دلوقتي. ادي شوية شطة، شوية كزبرة ناشفة، توابل شربينية، شوية كمون،
ورق لورو وخد التوم وادي لا مش هقولك عليه يروح عند العطارة هيلاقيها ايوه اللي جنبكم بالظبط ايوه لا اللي تحت الكوبري اصحى مبروم على مرور ما يقفش يا ابني طماط ميه كمان حلو هنا النبي لو اوريك اللي في بالي كده ادي الشاورما بتاعتي ناقصها بقى ايه يا باشا شويه خل نعم يا فندم يا ست فاطمه السلام عليكم ازي حضرتك السلام عليكم يا فاطمه ست فاطمه ايوه يا شيخ السلام حضرتك طيب امور يا فندم بص حضرتك انا طالبه منك خدمه مين يا فندم طالبه من حضرتك خدمه انا كان عليا دين 18000 جنيه ودفعت منهم 10000 وفضل 8000 عليا والناس اللي انا الصوت يا جماعة الصوت أسمعها طب سيب التليفون حضرتك يا فندم رضوى تاخد تليفونها ماشي يا باشا أو النبي نعم افرض منديل ماشي الله يسامحك كده هنا ادي الشاورما بتاعتي يا ست سهام ست سهام صباح الخير على احلى شيف شربيني صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم صباح الخير يا قمر يا شيف شربيني الله يكبر بخاطرك منور ومتالق على طول الله يكبر بخاطرك يا فندم وكل سنة وانت طيب وانت طيبة يا ست الكل اموريني يديك الصحة والعافية وخلي لك ولادك الله يصلح حالك يا فندم لا انا بسلم عليك بس تحت امرك يا فندم ده شرف ليا ليك اي سؤال عندي يا فندم ميرسي قوي قوي انت مش مخلينا عايزين حاجة يا شيخ بشكرك على اتصالك الجميل يا فندم ربنا ما يحرمش من كلامك الحلو اشكرك يا فندم اشكرك كده يا عم الحاج محمد ادي الشاورما بتاعتي اهي والرز على النار ونبدا نعمل الصلصه بتاعتنا نركز بقى حبه الصلصه دول عندي معلقه سمنه كريستال نركز بقى عشان الصلصه دي بحبها جدا ادي توم مفروم نصلي على الحبيب نشيل دي من هنا نشيل كل حاجة من هنا بقى خلاص الحمد لله بدأت افوق اهو عشان اتعامل مع اللي معايا هتروح مني فين هتروح فين يا شمس من قفا الفلاح مين يا فندم يا عم علي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم علي ازيك يا شيخ في نعمه يا عم علي منور والله يا باشا الله يخليك يا ابني الله يبارك فيك يا شيخ شيخ معلش انا معلم شاورما على الفحم نعم كنت عايز انا معلم شاورما على الفحم بس كنت عايز خلطه بس من حضرتك تكون حلوه كده نشتغل بيها يعني في المحل يعني انت عامل شاورما على الفحم اللي هي لا انا معلم شاورما بس كنت عايز تتبيله بس طبعا لسه انا بقول دلوقتي على المعلم بتاع الشاورما اللي هو بيلف الشاورما
بس انا شغال على الفحم يا شيف، مش شغال. لا الفحم افضل طبعا، دي تركي. انا شغال، ايوه انا شغال في السعوديه مش في مصر يعني. طيب يعني انت عايز التوابل بتاعتها؟ كنت عايز بس التوابل الخلطه. هات ورقه وقلم واكتب معايا. على عيني يا معلم. اساسي عندي في الشاورما خل، ليمون، كمون، بهارات، قرنفل، ورق لورو، قرفة ناعمة، قرفة خشب، مية بصل، مية طماطم، زيت زيتون، زعتر، ملح، فلفل، سكر، كل ده بتبلها لمدة 8-9 ساعات. التتبيلة دي بتسوي اللحمة عندي، بتسوي اللحمة عندي. اما بتسوي اللحمة هنا بقى، خلي بالكوا من الحتة دي، ادي وادي السكر وادي مكعب مرق طماطم بوريه. ده الفتة بتاعتي يا جماعة، الصلصة بتاع الفتة بتاعتي هتهيج الاستوديو دلوقتي. هادي شوية ملح، شوية فلفل، بعد كده الدقاق بيها، شوية طماطم فريش. انت شامم حاجة يا عم؟ انت قاعد هناك في المنفى، من الريحة مش من حاجة تانية يا اخويا. انت ضميرك وحش يا ساتر. ست روان، ست روان، حاولت كلمة تانية فن. والله حاجة تجوع صحيح. بس كده استاذنكم واخد فاصل وارجع لحبابكم تاني. اوضه المحطه، اوضه البحر، اشكال والوان يفرح ولون سبلا. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ونغرف بقى الشاورما بتاعتي ونصلي على الحبيب. ده الرز بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. باخد نص الرز بتاعي كده بعد كده عندي عيش اللي انا حمرته قريته يعني اهو. بعد كده اسقسقه شوية شوربة بعدين انزل بقيت الرز بتاعي. كمان شوية عيش. شوية شوربة.
بعد كده شوية صلصة بعد كده صلي على الحبيب. عندي بعد كده صينية الرقاق باللحمة. سما؟ نعم. الو؟ الو؟ السلام عليكم يا سما. عليكم السلام، ازي حضرتك كده يا شيف شربين؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ كل سنه حضرتك طيبه يا سما. الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ انت كويس؟ اموري اموري يا فندم. عايزه طريقه الكب كيك. عايزه ايه يا فندم؟ طريقه الكب كيك. الكب كيك حاضر يا فندم، على عيني. اشكرك يا بنتي. اشكرك يا بنتي. طيب كده هنا. نبدأ الأول بالكفتة. بما إن الناس اللي معايا باعين القضية. الناس دي ما ذنبهاش حاجة. الكفتة اللي طلبت مني أول الحلقة. عشان تتعمل صح بمرض الله. هضرب البصل بتاعي كده او ابشره واحط عليه حبة ملح وادعكه وبعدين اصفي ميته اصفي ميته بعد ما اصفي ميته اخد طفل البصل مع اللحمة الملبسة، لحمة ملبسة. وافرمها وش تاني. اديها التوابل اللي انا عايزها. كل التوابل اللي انا عايزها اديها التوابل اللي انا عايزها. يعني اديها بهارات، فلفل اسود، سنة كمون، زي بس طبعا ما بتاخدش زعتر، ما بتاخدش خضرة يعني، ده شوية بقدونس. دايما الكفتة يا جماعة ما بتاخدش اكتر من ملح وفلفل، لكن انا بديها توابل عشان اخليها ليها طعم كويس. بعد كده بدخلها التلاجة تهدى شوية، بفرمها وشين. بعد كده عايز ايه؟ اشيل لك الليلة دي كلها؟ حاضر. ما اروح؟ لا اروح، مش كفاية واحد هناك؟ يا حاجة يا اخي، ايه ده؟ قولي روق نفسك. حاضر. مش كفايه ما نمناش طول الليل. طيب يبقى كده حضراتكم عملنا الكفته. بعد كده طريقه الديك الرومي. ازاي نعمل الديك الرومي؟ الديك الرومي عندي حلة كبيرة اللي هساوي فيها. بدعكم أول غسلة، غسلة نظيفة جدا. أبشر بصل، جزر، طماطم، زعتر، كرات، كرفس. بدعكم كده في ملح وفلفل وحشيهم جوه الديك الرومي.
بعد ما حشيتهم في الديك الرومي بحمره، اديله ميه طماطم من بره وابدا احمره في الحله اللي انا هسوي فيه، خد لون ذهبي كده. بعد كده بروح نازل عليه بالبوكي جرنيه، البصل، الجزر، القرفه الخشب، طماطم، ورق لورو، حبهان، كرفس، كرات، كل التوابل دي بتديني طعم حلو جدا معاه. ادي التوابل بتاعتك براحتك وسيبهم بقى يعرقوا مع بعض كده. وبعد كده ادي له نص ميه، نصصيه ميه. بعد ما تنصصيه ميه خليه على الظهر بتاعه الاول لمده نص ساعه، وبعدين اقلبيه تاني على الوش. بعد كده خليه ياخد راحته في السوا، هيطلع معاك ان شاء الله باذن الله مستوي زي الفل. اللي عايز يخش فرن تاني ولا ازاي هتعرف ان هو استوى مستواش؟ لما تلاقي كشف العظم بتاعه اللي هو بتاع الرجل والصدر اللي هو الاكتاف دي، يا اما بخل خشب اي سي. طب اقول له ايه ده؟ اقول له ايه ده؟ هتدوق ديك رومي؟ في ديك رومي هيدق؟ لا حول، الصيام يعني اثر على الراجل. يا عم شادي، يا حول، يا عم شادي، استاذ شادي. الو عم شادي. الو وامرني يا شادي. ايه؟ وامرني يا حبيب قلبي. ايه؟ وامرني يا شادي. ايه؟ طيب حاول تكلمها تاني يا شادي. عايز تاخد فاصل؟ حاضر، هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. وانا غير المحطة وانا ما في حد. بص يا باشا، انا سرحت معاك معلش. دايما الرواق بتاعي بيبقوا دايما بجيبوا 7 ورقات، حط 4 من تحت ومن فوق 3. مهم جدا الشوربه اللي عندي بحط فيها شويه زبده او سمنه
زبدة أو سمنة، وبديها طماطمية، ده شوية ورق لورو، حبان، بحب أحبشها كده زي ما انتوا شايفين. حتى الفرسة بتاعتي دي اللي أنا عاملها جميلة، فيها متعة وإثارة كأننا بنعمل فيلم عربي. حاضر يا فندم. كده اهو الزبدة او السمنة اللي باخدها على الوش دي بتعوم معايا كده. اخر واحدة اهي كده، دي صينية رقاق بلدي طري غير الناشف، دي رقاق بلدي دايما بيبقى في رمضان ليه مزاج حلو كده خاص. اهو نفس الطريقة برضه، لو ناشف بتعمل نفس الطريقة، بعمل ايدي كده بقى بسقسها كده وبعدين اجي على السمنة بتاعتي، واخد حتة سمنة كده اهي، سقسه كده بيها بره ها يا عم ان الله حمص الطربة، احنا صايمين. بحب انا دايما اعمل حاجه كده بضمير. حبيبي يا سيدنا محمد. يا عم محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرني يا حمادة. كنت عايز أعرف طريقة الكفتة البرجل. كفتة إيه؟ الكفتة البرجل. كفتة برغل؟ أه. اللي هي سقاري على عيني. طب مش هقوله، مش هقوله ازاي اشتغل وانا ساكت وعايزنا اجاوب اجاوب انا ساكت يا عين مصر على الراجل. الراجل شاف ال ال الرؤى احوال بيقول لي جاوب وانت ساكت عيط وانت بتضحك. ماشي حبيبي يا محمد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عالي وفوق واطي وعالي كده تمام. النهارده هقول لكم على حاجه، الواحد دايما بيحب يشتغل في الصيام بمزاج. اخبط في المخرج والمخرج يخبط معايا في نهايه عن ايه؟ هغزه مش مشكله، اقرب مستشفى موجوده هنحل مشكلتنا. بس نطلع حاجه حلوه. نطلع حاجه حلوه. الكفته السقاري انا بحبها. بنجيب هي ميزه في الكفته السقاري بتشيل منك اي توابل انت عايزها. يعني هنحط البصل عادي من غير ما نحشره، نحط توابل جوز الطيب وحبهان وورق لو مطحون، نحط لها مثلا شويه بقدونس ناعمين شويه شطه، كل التوابل حطيها. بس بدل واحنا قبل ما نفرم تكون لحمه ملبسه، ونديها كوبايه برغل منقوع. كوبايه برغل احنا بطريقه الطباخين بيقولوا عليها كفته سقاري، اللي هي بتبقى رخيصه رخيصه، بهات لنا رغيف ب 2 جنيه رغيف 3 جنيه. طبعا ما كانش فيه دلوقتي 2 و 3 جنيه، لكن زمان على نص الشارع عندنا كنا بنروح ننزل نقول رغيف بنص جنيه رغيف ب 2 جنيه كده. لكن دلوقتي كله قال هديني رغيف ب 20 جنيه 30 جنيه، ده مفيش حاجه جنيه ما عادش لازمه. دي بقى تبقى لها طعم حلو جدا، لان هم بيهتموا بالليه بتاعه الضاني. بيحط ليه ده النهارده بقى ب 90 جنيه اللي كانوا برموها وبيحطوها على الكفته ببلاش. فالليه الضاني دي مع الكفته السقاري بتعمل طعم حلو وتعمل ريحه حلوه قوي جميله. فانت حط اللي بقول لك عليه كده، التوابل اللي انت عايزها مع اللحمه المفرومه تكون ملبسه في حته ليه ضاني، اديها كوبايه برغل منقوعه وافرمها مع بعض وشين. مش هتعمل انك خلاص انسى ان هي تعمل منك من عنها. مش عايز تحط برغل
حط فول صويا، بس خليها في البر الافضل لان بيدي لها طعم جميل. عندي شوربه، نشوف دلوقتي هنعمل شوربه ايه. الله، لا حقيقي النهارده راضي ومتوصي بيكم. طب بعد الفاصل يا عم اقفل التلاجة الاول عشان الناس ما تزعلش مني. هاخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير محطة وانا رفيعات. رجعنا بعد الفاصل، عندي شوربة أرنبيط. حلوة شوربة الأرنبيط دي، بس لازم ليها طقوس معينة. عندي أبص على الفرن بتاعي، اللهم صل على النبي، أرنبيط، زبدة، بصل، دقيق، ملح وفلفل مكعمرة، مستردة، ادي ديجون، طيب ماشي، جبنه شيدر، بشر برتقال، برتقال مبشور يعني، وجبنه مدخنه مبشوره، كريمه لباني، كمون، ملح وفلفل. حاضر، اللي تقولي عليه يا ست رادو احنا نمشي كده. عندي البصل، انا يعني هو ده انا معلش استنى، انا قلتها برتقال، انا مش شايف حقك عليا، انا عشان نظر ضعيف هتعايريني. ماشي ماشي، وفي جبنه برتقاني، ما عندكش نبي حبه جبنه ليموني او شويه جبنه بنفسجي كده؟ ده لعبنات، حق مش عليكي، حق اللي جنبك. طب وحياة النبي حد سمع في جبنة برتقاني؟ مش هسيبك النهارده يا رب. يلا يلا ننشر بقى غسلنا كله النهارده زي ما تيجي تيجي. يلا الجبنة برتقاني قال بنات اخر زمن. سن الدقيق عشان تعمل لها شخصية، حطينا زبدة. انا عايزة فص توم، ايه رأيك بقى؟ انا هديها فص توم بس، توم اهو، انا حر بقى، هديها فص توم عشان ما تاكليش منها. وادي نقلب بس شوية. ادي ارنبيط، وادي كمان شويه بطاطس. نعمل حاجه حلوه بقى عشان ناكل شويه المستردة اللي الناس قالت عليهم، كمون مهم جدا عشان الانتفاخ، شطه عشان رضوى ما بتحبهاش. ده بابريك ولا شطه؟ دي بابريك، خلينا نزوق بيها كده اهو. وادي الشوربه بتاعتي، اوعى نشيل كل الزيت ده من هنا ونخلي بس شويه الجبنه عشان هرشهم على الوش مع البابريكا. نعم انا خلصت يا باشا، ما تختش يا اخي، ما تختش يا اخي.
يا اخي انا زي ابوك يا اخي، كله مسلوق، احنا ما عملناش حاجه نيه يعني. بلاش يا عم اروق بقى الدنيا كده من هنا، خلي بس حد حبه الجبنه دول وشيل الكريمه اللباني. بص على الفرن بتاعنا اهم حاجه مستوره ان شاء الله، ان شاء الله مستوره. وادي الكريمه اللباني بتاعتي عشان نخلص على طول اهو. بس عامل حسابي والله وسالي الارنبيط، لان عارف ممكن يزنوني يقول لي يلا بينا عايزين نمشي. ليه؟ يقول لي عشان عندي نحتايه. يا دي الليله البيضاء. الله 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 الله. الله يا شوية شرب. الله أكبر الله أكبر، حاجة تفتح النفس. أنا عايزك تفطر النهاردة من الشاورما دي يا باشا. بقى دلوقتي بقى عشان تكون عارف، ادي شويه جبنه مبشوره وبعدي حبه البابريكا واللي في الفرن. حاضر. اول مره ليك مستعجل كده، تقريبا نحتاج حامي قوي. ماشي محمد، نفسه وقعني باي ثمن وباي وسيله. نفسه نفسه Rara, da, 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 da.
كده عملنا ثلاث اطباق. يا رب يكون عجب حضراتكم. وانا بيني وبينكم عايز امشي عشان عندي برنامج تاني. وقلت لكم ايه، اشكر عمي محمد حلواني واشكر كل زمايلي في الاستوديو. بشوفكم الله على خير ان شاء الله. السلام عليكم. سحراتي دوئنا تحت الشباك، سمعنا وصل غنينا للفجر معاك، سمعنا وصل غنينا للفجر معاك، واعمل لنا دي تلاتي الليلة حلوة جميلة، واعمل ملاتي والليلة تلاتي الليلة حلوة جميلة.